النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. كما لاحظنا هناك ارتفاع لافت وملحوظ على درجات الحرارة، أصبحت درجات الحرارة في هذه الأيام أعلى بكثير من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، تقريبا ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية أعلى من معدلات الطقس في ساعات النهار، يعني يكون حارا نسبيا إلى حار في أغلب مناطق المملكة. نستعرض معكم خرائط الضغط الجوي، والتي تشير إلى الأنظمة الجوية السائدة، والتي هي عبارة عن امتداد لما يسمى بمنخفض جوي. نعم، ارتفاع درجات الحرارة هو مترافق مع امتداد لمنخفض جوي، لكن طبيعة هذا المنخفض يسمى في علم الأرصاد الجوية منخفض جوي حراري، وهو يسمى أيضا بمنخفض البحر الأحمر، فهو ممتد من منطقة البحر الأحمر باتجاه المملكة، ويجلب معه اندفاع لتيارات هوائية وكتلة هوائية حارة قادمة من صحراء الجزيرة العربية. كما تلاحظون يستمر تأثير هذا المنخفض الجوي خلال الثلاثة أيام القادمة ويسيطر على كامل مناطق المملكة. ذات المنخفض الجوي يكون هو أيضا في نفس الوقت مسؤول عن تشكل وحدوث ما يسمى بحالات عدم الاستقرار الجوي التي نعتاد عليها في الأردن في فصلي الربيع والخريف. وفي ذات الوقت، الوقت الذي تندفع معه في طبقات الجو السفلى كتل هوائية حارة باتجاه المملكة، يندفع في طبقات الجو العليا هواء بارد نحو المناطق المصرية والجنوبية من المملكة. تلاقي هذا الهواء البارد مع امتداد لهذا منخفض الجو منخفض البحر الأحمر، وبالإضافة لاندفاع تيارات هوائية رطبة شبه استوائية باتجاه بعض مناطق المملكة، سيؤدي بمشيئة الله تعالى إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية من المملكة، بالرغم من الارتفاع الكبير جدا على درجات الحرارة المتوقع خلال 72 ساعة القادمة، إلا أن هناك فرصة للأمطار الرعدية في بعض المناطق ناتجة عن حالة عدم الاستقرار الجوي. إذن نستعرض معكم درجات الحرارة في طبقات الجو السفلى والقريبة من سطح الأرض. كما تلاحظون الألوان أصبحت داكنة حمراء، وهي تنم وتشير إلى اندفاع كتل هوائية حارة باتجاه المملكة. كما تلاحظون إذن هذه درجات الحرارة اليوم الأربعاء كانت مندفعة باتجاه المملكة، غدا الخميس المزيد من تدفق للتيارات الهوائية الحارة من شبه الجزيرة العربية تتجه باتجاه كامل مناطق بلاد الشام. كما تلاحظون الفرق، إذن هذا يوم الأربعاء، هذا يوم الخميس، وحتى نهار يوم الجمعة المزيد من تدفق التيارات الهوائية الحارة لتصل أيضا إلى المناطق البحرية من شرق البحر الأبيض المتوسط وتغطي كامل مناطق بلاد الشام بكتلة هوائية حارة أكثر بكثير مما هو معتاد عليه في هذا الوقت من العام، تشتد مع نهاية هذا الأسبوع كما تلاحظون، وتتطور ويعني قد تسبب ما يسمى بموجة حارة قد تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام. توقعات الهطولات المطرية على الجانب الآخر، غدا الخميس هناك فرصة لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الجنوبية، ولكن يوم الجمعة، دعونا نستعرض يوم الجمعة، هناك فرصة لأمطار رعدية على كامل مناطق جنوب المملكة كما تلاحظون في الخريطة أمامكم. طبعا يكون الطقس حار جدا حتى ربما، ودرجات حرارة مرتفعة للغاية، تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، ومع ساعات بعد الظهر وعصر يوم الجمعة تتهيأ الفرصة لأن تهطل زخات محلية رعدية من الأمطار، تكون في الغالب عشوائية الطابع، لكن لا يمنع أن تكون رعدية ومصحوبة بالبرق والرعد، كما ولا يمنع أن تكون أحيانا بعض من هذه الزخات غزيرة، ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة. يعني طبعا في هذه الأحوال دائما ينصح بالانتباه من موضوع تشكل السيول وجريان الأودية. أيضا نضيف على ذلك أن طبيعة هذه السحب تحدث على إثرها ما يسمى برياح هابطة، تكون على شكل رياح قوية تعمل على إثارة الأتربة والرمال، وربما حدوث بعض العواصف الرملية المحلية. إذن هذه الأحوال الجوية متوقعة عصر وبعد ظهر يوم الجمعة، ولكن بالرغم من ذلك الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وحارا وجافا في أغلب
الشباب ومعظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى. هذه الخرائط لمساء يوم الجمعة تهدأ الأحوال الجوية ليلا، ليلة الجمعة على السبت تضعف فرص الأمطار تماما، ويسود طقس دافئ على نحو اللافت في أغلب المناطق في ساعات الليل، تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار من جديد يوم السبت. إذن مرة أخرى نعود إلى الأحوال الجوية. هذه الليلة يسود طقس دافئ على نحو لافت في أغلب مناطق المملكة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الليلية بالمقارنة مع ما كانت عليه في الليالي السابقة. تقريبا درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 23 درجة مئوية، يعني تقريبا قد العظمى في الأيام الماضية التي مرت على المملكة، فهي أقل درجة حرارة متوقعة هذه الليلة. طبعا الجلسات الخارجية الآن أصبحت ممتازة جدا في ساعات هذه الليلة والليالي القادمة. غدا نهارا يتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها، طقس سيصبح حار في وجاف في أغلب مناطق المملكة، يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية بمشيئة الله تعالى، ويحتمل غدا الخميس هطول بعض الزخات المحلية من الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة، ولكن على نحو خاص تطور فرصة الأمطار أكثر يومي الجمعة والسبت. نستعرض معكم الأحوال الجوية غدا مع ساعات الإفطار. في العاصمة عمان تكون درجة حرارة 30 درجة مئوية، طقس حار، يعني بالرغم من ذلك أعتقد أن الجلوس في الخارج وتناول الإفطار في الخارج هو أمر جيد ومحبذ مع هذه الأجواء المستقرة عموما والدافئة ستكون مع ساعات المساء والليل، ولكنها الحارة مع ساعات النهار. نستعرض سويدا درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليالي التي الليلة التالية القادمة، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة. في إربد من 33 إلى 20، طقس حار نسبي، جرش 33 إلى 23، عجلون من 30 إلى 22 درجة مئوية، والمفرق من 35 إلى 21 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 33 إلى 23، طبعا هذه الحرارة كمعدل في العاصمة عمان، تكون في شرقي العاصمة تقريبا 36 إلى 37، وفي غربي العاصمة تكون بين 31 إلى 32 درجة مئوية. في السلط من 34 إلى 24، في مادبة من 34 إلى 20 درجة مئوية. في البحر الميت ترتفع إلى حدود 40 درجة مئوية مع أجواء حارة، والصغرى 26 درجة مئوية. في الزرقاء من 35 إلى 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة في الطفيلة من 30 إلى 21، في الكرك من 31 إلى 22، في معان من 32 إلى 19، في جبال الشراء من 29 إلى 20، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى غدا إلى 38 درجة مئوية نهارا والصغرى 27. وكما تلاحظون المناطق الجنوبية تظهر بها كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية مع احتمالية لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في رويشت من 36 إلى 20، في الصفاوي من 37 إلى 21، وفي الأزرق من 38 إلى 24 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن الخميس 33 إلى 23، الجمعة المزيد من ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 34 نهارا 23 ليلا، كذلك الأمر يوم السبت من 34 نهارا 24 ليلا، مع التنبيه بأن هذه الأحوال الجوية وهذه الدرجات الحرارة هي كمعدل بالنسبة للعاصمة عمان، لكن تفوق هذه الحرارة بكثير في شرقي العاصمة، قد تصل إلى 37 و 38 درجة مئوية في شرقي العاصمة عمان، وتكون دون 34 في الأحياء المرتفعة من غربي العاصمة عمان. تكون يومي الجمعة والسبت درجات حرارة فوق 40 مئوي في أغلب مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. لذلك بعض التوصيات بشأن الأحوال الجوية المقبلة على المملكة. الأمر الأول هو من الانتباه من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة على وجه الخصوص، وطبعا ينصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة فيما بين الفطور والسحور تحذيرا لارتفاع درجات الحرارة الذي يحدث خلال ساعات الصيام وساعات النهار. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية. تابعونا دائما عبر تطبيق طقس العرب أو موقع الإلكتروني أو عبر منصات طقس العرب المختلفة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.